مواجهة الحصار النائب جمال الخضري. سيادة النائب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياكم الله دكتور. إذن المطلوب مواجهة شاملة بدعم أيضا عربي ودولي ومالي وسياسي لهذه الخطوات التي تواجه سياسة الضم، ماذا تقصدون تحديدا بالدعم السياسي لهذه المرحلة؟ هو أولا حتى يكون الأمر واضح، التجارب السابقة كلها غير مبشرة ولم تكن تعطي نتائج في مواقف دولية أو مواقف خلاف ذلك، لأنه شاهدنا بشكل واضح عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، نعم، واعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وكان هذا تحدي واضح لكل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وكان هناك يعني رفض لهذه الخطة ولهذا النقل، إلا أنه تم بشكل كامل وبشكل واضح. اليوم المجتمع الدولي بيصمت أيضا على جريمة الضم، تصريحات هنا وتصريحات هناك، لكن لا حراك حقيقي. نحن نتحدث اليوم أنه في هذه الخطوات هو اعتداء على القانون الدولي، عندما اجتمع العالم ووضع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي للحقوق، كيف تضع الأمور في نصابها؟ اليوم هذا كله ينقلب انقلاب خطير جدا بما تقوم به دولة الاحتلال في الضفة الغربية وفي القدس وبحصار غزة. لكن دكتور، حتى لا نظل نخاطب أنفسنا هنا في فلسطين في غزة والضفة، كيف يمكن إيصال هذه الرسالة عالميا لجلب الدعم السياسي والمالي أيضا في مواجهة صفقة القرن ومواجهة سرقة الأغوار وأراضي الضفة؟ هناك حراك فلسطيني، هناك حراك أردني، هناك حراك كويتي، هناك حراك عربي بشكل عام في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في كل المحافل الدولية، وهناك بعض الدول الأوروبية بدأت تتحرك اليوم من هذه الحركات. نحن يعني عندما نتحدث بهذه الرسائل التي يتم طرحها عبر الإعلام، إنما أيضا يتم توجيهها إلى سفراء وسفارات الدول المتواجدة داخل فلسطين، ونحاول ما أمكن أن نوصل هذه الرسالة حتى يكون بالفعل هناك يعني شحذ للمواقف، وحتى لا تكون هذه المواقف كسابقاتها ويمضي كل شيء دون أن يكون هناك رد فعل قوي من المجتمع الدولي الذي يستطيع أن يقدم ويمنع الضم بشكل كبير. من الواضح دكتور جمال أن الاحتلال يسعى إلى تجويع الشعب الفلسطيني لتهيئة تربة خصبة لتنفيذ وتمرير هذه المخططات، وبناء على ذلك لماذا لا يتم التحرك على صعيد البرلمانات العربية والدولية والإسلامية؟ إن هذا كمان من الأمور المهمة، إن الدور البرلماني مهم الدور، لكن دائما كما يعني يعلم الجميع أنه البرلمانات لها دور مهم، لكن الدور المؤثر أكثر هي للحكومات، هي التي تأخذ القرارات. ألا تعد البرلمانات جهة تشريعية تسير وفق خططها الحكومات والأنظمة؟ القرار السياسي في الدول هو دائما للحكومة أو للرئاسة حسب نظام كل دولة. البرلمانات مهم إن هي تشكل عامل ضغط على الحكومة وعامل ضغط على الرئاسة، ومهم جدا أن تتحرك هذه البرلمانات وفق خطة شاملة، وهذا أيضا يتطلب موقف فلسطيني موحد، لأنه كما تعلم نحن نعيش بانقسام، واليوم البرلمان منقسم وهناك قرارات لإلغائه، وهناك يعني واقع حتى فلسطيني أقول لك بكل وضوح هو يعني لا يساهم كثيرا في تحرك برلمانات العالم، يجب أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد قادر على أن يشحذ الهمم وأن يقود كل هذه العملية الخطيرة التي يواجه العملية الخطيرة التي يريد الاحتلال أن يمررها بهدوء. ولكن دكتور، نحن لا نتحدث عن تغيير مسار سياساتي لهذه الدول، وإنما هناك تربة خصبة لربما في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، في دول المحور محور المقاومة ودول الإقليم العربية منها والإسلامية، وهي جاهزة وترفض هذه القرارات الصهيونية والاحتلالية. كل تأكيد، لكن أنا أقول لك يعني ما حدث وما يحدث اليوم على الأرض هو تهويل حقيقي. اليوم الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو ينفذ المخطط، يتم تنفيذه اليوم على أرض الواقع، وسواء كان بهدم المنازل، سواء كان بتوزيع الاحتضان بالطرق الالتفافية، بعد المدن والقرى والمخيمات، والذي ينتظر الاحتلال هو فقط الإعلان عن الضم. المستوطنات موجودة وتزداد يوم بعد يوم،
والمخطط يتم تنفيذه، وبالتالي يجب أن يكون هناك حراك على كل هذه المستويات، ونقدر كل الدور لكل برلمانات وكل الحكومات المؤيدة والداعمة لشعبنا، لكن الخطر حقيقي ويحتاج تعرض أسرع وأوسع وأكثر تأثير. شكرا لك رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري.